بالتفاهم ديالهم على الوصل ديال النقاش اللي كان اخوي، وكنشكرهم على العمل اللي داز هنا. راه كاين اللي عاون من بعيد ولا من قريب في المسائل ديال التعقيد ديال هادي، راه كنشكر قدام السيد الباشا وحتى انت هو السيد الباشا اللي خدم معنا، بانكم راك شفتوا عقمنا زعما عين عتيق ككل. وكنشكر المجلس، كنشكر الساكنه ديال عين عتيق في التعاون ديالها والتعاون معنا والتفاهم ديالها، وكنطلبوا الله تبقى عين عتيق ما تنقصها حتى شي حاجه. وباقي دابا كنقول لكم بان راه باقا مستمره، اي عضو من اعضاء المجلس، اسمعتي، اي عضو من اعضاء المجلس عنده في الدائره ديالو بغى يعقم، حنا موجودين. والسي حسن قالوا البال راه عنده الاوامر، يجي عندهم ما يصيفطوا الماتيريال ولا يصيفطوا يديهم. جماعي العين عتيق الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله الديوان الملكي العام الرباط، الموضوع برقيه وله اخلاص سلامته وجود مولانا الامام مولاي امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك سيدي محمد السادس حفظكم الله. في الوقت الذي يختتم فيه المجلس الجماعي لعين عتيق اشعار دورته الاستثنائيه المنعقده بتاريخ 10 يوليوز 2020، يتشرف رئيس المجلس الجماعي لعين عتيق ان يتقدم الى جلالتكم باسم ايات الولاء والاخلاص. اصاله عن نفسي ونيابه عن اعضاء المجلس وسكان الجماعه كافه، داعين لجلالتكم بالسعاده والتوفيق والصحه والعافيه وطول العمر حتى يتحقق على يديكم الكريمتين ما يصبو إليه شعبكم الوفي المتفاني في حبكم الرفاهي وتقدم. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، أقر عينكم بولي عهدكم وصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزركم بسمو السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد أسرتكم الملكية الكريمة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي لله تعالى وبركاته. إمدار خليل الأعتاب الشريفة رئيس المجلس الجماعي لعين عتيق عربي حليمي. محمد البدر نائب رئيس المجلس الجماعي لعين عتيق، عندكم واحد الخلاصه على جدول اعمال الدوره الاستثنائيه للمجلس الجماعي لعين عتيق يوم الجمعه 10 يوليو 2020. فيها بعض الاتفاقيات، مثلا النقطه الاولى اتفاق الشراكه من اجل تمويل وانجاز برنامج تهيئه وتحيي الجامعه الترابيه لعين العوده عين عتيق صخير ترهورا. النقطه الثانيه اتفاق شراكه من اجل انجاز طريق الموحدين للمشاريع المجهزه بعين عتيق المنطقه الغربيه. اتفاق الشراكه من اجل انجاز الدراسات اللازمه لاعداد مخطط المدير تهيئه الاناره العموميه جامعه تمارا عين عتيق صخيره ترهورا. اتفاق الشراكه وتعاون بين جامعه عين عتيق وشركه التنميه المحليه تمارا للتنميه من اجل تقويه الموارد البشريه. تعديل الميزانيه، برمجه الفائض برسم سنه 2019. اتفاقيه خاصه بتزويد دوار بن الشيخ بالماء صالح الشرب. اتفاق شراكه وتعاون ودعم بين الجامعه وجمعيه الاعمال الاجتماعيه للموظفي اعوان جامعه عين عتيق. تنظر لجميع النقاط دازوا بالاجماع، وتم التصويت على نقطه واحده اللي هي النقطه ديال اتفاقيه خاصه بتزويد دوار بن الشيخ بالماء لصالح الشرب بالاغلبيه. وجميع النقاط الاخرى جمع اتفاق ان تصب في خانه واحده وهي المصلحه العامه بين هذه الجامعات المذكوره السالف الذكر اللي جاء على لساني والجامعه ديال عين عتيق الى اخره. وهذه النقاط جاءوا على اثر واحد مراسله من طرف السيد عامل الصخيره التمارا اللي تا هو تنشكره بدوره على النقاط اللي طرا علينا، وكان تصب في الصميم في المصلحه العامه للساكنه. وشكرا لهذه الفرصه اللي تحتوا لي، وشكرا لجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغار نور الدين عضو جامعه عين عتيق. بالنسبه للحجر الصحي لكوفيد 19 بالنسبه لجامعه عين عتيق، يعني كانت الظروف في احسن الاحوال بما قامت الجامعه تحت سياده رئيس جامعه عين عتيق العربي حنيني في جميع التغطيه لساكنه عين عتيق تحت لواء جميع الافراد من المجتمع المدني من الساكنه ديال عين عتيق في حلتها كانت جيده بتعقيم جميع الدواوير اللي كتوجد في عين عتيق الساكنه، يعني الحمد لله. وكانت السلطه لعبت واحد الدور يعني كبير، وكنشكرها من هذا المنبر، وكنشكر صاحب الجلاله وكنتمنى ليه الشفاء العاجل، وكنشكر سيد العامل، وكنشكر والي الجهه من هذا المنبر.